دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة القومية للأنفاق أعلنت عودة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT للعمل بالمواعيد الطبيعية، وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساءً، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 دقيقة مساءً، وبيتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12 صباحاً، وبيتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11 مساءً، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 11 مساءً، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور. النهاردة هيتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة عن شهر إبريل 2024 لجميع المستحقين، وبيبدأ الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد. وكانت عملية صرف معاش تكافل وكرامة قد انتظمت بالزيادة الجديدة عن شهر مارس 2024 من ماكينات الصراف الآلي الATM. النهاردة هيعود الطلبة والطالبات بالصفوف الدراسية المختلفة للمدارس بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك اللي بدأت الثلاث الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، وبتستعد المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية اللي بتبدأ 8 مايو 2024. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة، هيلتقي المقاولون مع بيراميدز الساعة 4 العصر، وفي تمام الساعة 7 مساءً هيلتقي الأهلي مع الزمالك.